أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وبشكركم. بس منرجع نتذكر أنا مش جاي تعلم حدا، ما عندي شي تعلمه. سمعت هالكلمة من المعلم، teach what you need to learn، علم اللي بتحب تتعلمه. مشان هيك برجع بتذكر قصة القديس شربل وهو منه قديس. بشكر هالراهب بديرمر شربل، قال المسيح الله وشربل الله، كونوا الله، كونوا ألوهية. إن شاء الله تكون بعدك معنا، معنا بالقلب. مرة القديس شربل طوبني قديس، مين نحن تنطوبك وانت أهم كتير منا؟ يعني حرقنا جنداك رجعنا عملناها قديسة، عم نتعلم من كل أغلاطنا، جل من لا يخطئ. ما حدا معصوم ومعتصم. كان عايش وحده، لقيه كبر بالعمر، هرب وتنسك لحاله، حس انه بده يعيش وحده بهالوحدة الداخلية اللي ما فيها وحشة. بس شوفوا كبير بيقوموا بيبعتوا اثنين من الرهبان الشباب تيخدموا، رجال كبير عنده قنديلين فانوس، تعتم الدنيا يحمل الفانوس. وهالرجال مطرح ما بده يمشي، هالاخوة اثنينون يهدوا معهم الفوانيس، بده يطلع بالليل يقعد تحت شجرة يتأمل النجوم، بمن اقتديتم اهتديتم. حلو كتير يعني، وقت الواحد بيستنير بيصير نور، ما بقى مثل المسيح يهودي بودي رجال مرة هيدا شو عمره هيدا، صار هو نور مع هالنور. شوي في يوم شافوا حرامة فات هالكهف عنده على المغارة وسرق هالفانوس، فانوسين، فانوس اللي هو ركضوا هن، هلا بدنا شطوق، هي الفانوس لنا يعني لهالقديس. راح شربل لقاهم وقفوا، اجت حية، خافوا هون من الحية وهيدا حامل القنديل. قال له سمحني للي حامل القنديل، هي الفانوس لك يا خيي، خدو. وقال له للحي يا مباركة، وقفي الفانوس لألك. بس وقفت الحية ورجعت، راحوا الحرامية بدهم يقشطوا، قال لهم ما تخلوا الحية أرحم منكم. يا حبيب قلبي أنت. وأكيد هالحرامي إجا احترامي لهالحرامي صاحب المجد العصامي، بقي معهم وهو بقي مع شربل. وهيك لما اجى واحد وفيت هيك مدري وين بهونيك غابه، شو هالكوخه مين فيها هون جوا؟ فوت فوت يا خيي. قال له في حدا هون؟ قال له هلا صرنا اثنين، انا ناطر حدا تحكي انا وياه. سيدة حرامي، قال له أنا حرامي. قال له لا منك حرامي، أنا بدي أعطيك هالحريم. قال له مش بدك تغطى. قال له ما عليك، أنا عم بعطيك هالحريم. قال له أنا عجبني الحريم بدي أخده. قال له لا خده، أنا أعطيتك إيه. أخذ الحريم، قال له سكر الباب قول شكرا. قال له شكرا. قال له سكر الباب عمالة. قال له بس كان الباب مفتوح ومخلوع. قال له اخلعه وحطه برا، خلي الباب هيك يضل مفتوح، تصير ترجع تجي بلا باب. هيك زينته، لقطوا للحرام. ولخيي هيدا واحد ولي قديس قاعد فوق سرقته، تعال المحكمة. اجى على المحكمة طلعوا لقيوا انه هالولي فات على المحكمة، قال لهم هيدا صاحبي انا اعطيته اياه وقال شكرا وسكر الباب ورجع سوالي الباب وحطه برا. وتعجبوا كلهم، قال لهم احكموني، احكموا علي، بس لما بطلع من السجن
شو بتعملوا فيي؟ بحب روح كون خادم عبيبك، ما حدا غيرك حبني. سكتوا كلهم وراح القديس الولي المستنير وهو مشي وراه وما رجع بقي حد. وهيك كتار هالقصص اللي صارت، جاي تيسرقنا سرقني. كل واحد منا يعرف انه نحن السبب بكل اللي بيصير شو ما صار. لا يصيبنا الا في درس منه، هالحروب، هالدمار، هالقتل، هالإجرام بهالأطفال الكبار الصغار. أنا عشت بمخيمات كتيرة هون وبرا، تعلمت وبعدني بتعلم منهم، وبنوع خاص يلي بنسميهم معاقين، هول معافين، عافيهم الله من الدنيا ومن ضريبة الدنيا دفعوها. بس شو السبب؟ خلقة كاملة نعمة زايدة. هالطفل يلي برحمه، برحم هالأم. وأنا يعني عم بتفرج على التلفزيونات والفضائيات، ما فيها شيء، كله فاضي. يا ريت درومنس، فضاء الفناء. هالجنين بيسحب كل هالأمراض، هو ذكر والأمراض أنثى، يين يانغ، ألفا أوميغا، بيطلع مريض. أنا السبب، قال لنا نطفي رحمك 20 سنة قبل ما تخلقي. فإذا الحق علينا شو ما صار، شو ما سمعته، أي صوت وأي هدير وأي بكي وأي، قول الحمد لله، الحمد لله. كون بجهنم وشوف الله بجهنم مثل ما بتشوفه بالجنة. وين ما رحت، وين ما رحت، مرة كان في كلب تفه كل مين ما مرق منا، يا وريحته وشكله وكيف هو مدعوس. مرق المسيح قال شو ابتسامته حلوة، الإناء ينضح بما فيه، شاف الجمال بالبشاعة، شاف الحياة بالموت، شاف السلام عليكم بالسلاح عليكم. فإذا كل واحد منا شو عم بيصير، هذا خير لإلي. أنا ما بقى عندي هالطاقة، كل يوم بفكر أي متى بدي يخلص البيت بالخنشارة أطلع أقعد على السطح، ما حدا فوقي إلا اللي فوقنا كلنا، ما بدي هالقبة، ما بدي حدا، ما بقى فيني. أو بأي مطرح يمكن هلأ وليل وميسون، أرض كبيرة ببلاد الشوف، بعد فيها شجر، يعني أحلى شي عملوا كمال جملاط. كمان الأرض موجودة وكل واحد بيبني كوخ، واللي عم بيبنوا الكويخ كلهم دون العشرين من العمر. يا حبيبي يا معن، أنت وصلت على الموت ورجعت، هلأ اختبارك بالحياة. هني عم بيبنوا كويخ كل واحد، هيدا أرضك يا مريم هون أخدتي هالأرض؟ نعم. بنشتري كلنا الأرض ومنتركها لهال البيت الإنساني، بيت الحياة، بيت الله، بنشتريها ومنعمر هالكويخ من هالأرض، كل واحد من هالتربة، وتكون هالكويخ بيئية. في كتير بلبنان وبنوع خاص بسوريا بيعرفوا يعمروا هيك بيوت مما يليك، ومنعيش هونيك بدون ميل، بتشتت الدنيا، بناكل حشيش، واللي مبسوط وهيك فرحان بيكون عنده هو هالفرح مثل الولاد إن لم تعودوا كالأطفال. ما أنه بحاجة إنه يأكل، أنا بأكل وبحش كتير خبز. بتذكر وقتها ميتشو كنا مليون وغربل غربل غربل، قال لهم، وجيت مرته قالت لي هو بنقي برجع، انا بغربل، بدي اياك تعيشي معنا. وشفت مش اشارات ومعجزات، فوق الكلام، ما في شيء بينقال حتى بالصمت. مشان هيك بدي خبز دائما. والرغيف اليوم بلبنان مضروب، ما في الا الرغيف اللي بتعمله ليلى او ميشيل أو بالبيت أنت بتعمله بخميرة بلدية أو خميرة الغطاس بس. وهيك بكفر أطرة عند ميسون ووليد، نمشي كتير ناكل مما يليك، ومنمشي ومنتنفس ومنلعب. ولاد ما في مدرسة أبداً، علمتني الحياة، وبتتعلموا كذا لغة، في كتاب اليوم خير جليس. فإذن نحن لازم نكون مثل ما نحن، هالملزم اللي فيك وفيه.
مش you should do this، لازم تعمل هيك، لازم تعمل هيك. No should and should not. لا، انت اللي بتحسه، استفتي قلبك ولو افتك. انا ما بكون جوعانه، بس مش بدي جوعانه ومعصبه او فرحانه او مقهوره او مدري شو بني او ليش عم بيصير هيك. براد اكثر شيء الثلاجه عندي ما في اكل، بنطر ليلى تجيب تنام ثلاثه واربعه يعني شو اللي بدك. بس دايما عندي خبز، اذا ما في في حد فرن يا حبيبي، قلت له هيك لا بيعمل بيتزا و... بس الخميره بيجيبها من برا، بس هو افضل فرن بالاشرفيه واشرفيك يمكن بهالمنطقه، من قلبه بيشتغلون بالبيت. وهلا عنده ولد صغير، قلت له شو اسمك؟ قال لي طاهر. جاب لي الاكل. يا حبيبي منين انت؟ من حلب. بيجيبوا اولاد صغار جايين من سوريا او من حلب، وبيقول لأميتهم كمان تشتغلوا معنا. عائلة واحدة، وين ما رحنا العالم كله عائلة واحدة، صرنا علة. فإذا ننتبهوا بشوية قمح أو شوية شعير أو رغيف خبز يلي بالبيت وبالخميرة، انتبهوا. وإلا بهاي الخميرة محطوط MSG بالأدوية كلها، وين ما رحتوا بالدخان شو بدك ناكل؟ دارة. هلأ عم بيشوفوا يعني إفرازات الأطفال والكبار يلي ما بيعرفوا شو الحمام وما بيعرفوا شو المواد الحيوانية وبيأكلوا بس يجوعوا. حتى الأكل في كتير ناس بيأكلوا، أنا وخي كنا. ومرة جاك شيراك، قال له جاك شيراك، قال له جاك عبد الله، حتى بيتمه لأنه فيها طعمة هي المخطة منا موجودة بالأكل. الأكل وقت بيكون فيه خمس أطعمة، مر وحلو مش سكر، جزر ومز مثل الزنجبيل، الكزبرة، الملح كلنا عنا ملح، والحامض اللي ما عنده هاي العصرة عنا أعشاب حامضة كتير. هالخمس أطعمة بيعملوا لك ميزان بقلبك، ما بعود أنت عندك بحاجة إنك تروح تاكل وتشرب خمرة وهيك تتوازن. بس للأسف هلأ ما عنا هيك، ما بقى في ام عم تطبخ بدها كتاب طبخ او بدها تشوف كيف بيطبخ. وكل اللي عم بيطبخوا شوفوا قديش مرضى، يعني طبيب طبيب نفسك. قال في ام وحده رح تتشكى لامها، يا امي يا امي كل ما بطبخ جوزي بياخذ الاكلات وبيرميه للكلاب. قالت لها والكلب ايه شو ذنبه يعني الكلب؟ لانه عارف انه بنتها اكلاتها مش خارج جوزها. هاللي بدي اقوله اليوم، بتمنى إنه نقدر نفهم هالسر. نعم في سحر وفي شعوزة، واللي عم بتشوفوه نصف بالقبور ماتوا من الحسد من الغيرة، حتى على الموت لأخلوا من الحسد. ولكن شو سبب هالقصة؟ هي قفل ومفتاح. يعني الأرمن وقحين كتير بيحطوا، كانوا دايما هلأ عم يشلوها، أو مفتاح، كان المفتاح بالباب من زمان، مفتاح بالباب وفي حبلة. يا خي في حبلة لشو المفتاح؟ يا فتاح. هي طاقات 99 اسمه صفة من أسماء الله. بعدين جوا بالبيت مطرح ما بيقعدوا بالديوانية وعلى الأرض ومربعين، في مي وقمح وملح. ودايماً الأم الميات ما منكبهم برا هيك وما كانوا بالحمة، بالأرض. والملح والقمح يضلوا موجودين كل السنة تيجي الأبونا يبارك البيت. هلأ لا تسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم، استفتي قلبك. وأنا كلهم بيغلطوا، ما نحن إلا بشر مثلكم، من الأزهر للفاتيكان لكل إنسان، كل واحد أنا السائل وأنا المسؤول. القصة حلوة كتير، اسمها القفل والمفتاح. يحكى إن رجلاً خرج يوماً ليعمل في الحقل كما كان يفعل كل يوم، ودع مرته وولاده وأخذ الفأس بإيده. ولكن الرجل الذي اعتاد أن يعود لبيته مع غروب الشمس ما رجع، وعبثاً حاولوا الناس أن يفتشوا عليه. رح أقراهم بالأرمني. فتشوا عليه ما لقيه. بعد 20 سنة سمعت مرته دقات على الباب، عرفت إنه هيدي دقات حبيب قلبها غايب كتير. فتحت الباب شافت شيخ حامل معول، وبعيني رأت جوزها الذي غاب عنها 20 سنة، عقدين من الزمن، عقدة بعقدة فكوها.
دخل الرجل على بيته اللي غاب عنه سنين طويلة، حط جسده المتعب على أول كرسي أمامه. جلست مرته على ركبتيها ووضعت ذراعيها حول عنقه وهمست في أذنه بصوتها الحنون: وين كنت يا حبيبي؟ وين كنت؟ تنهد الرجل، سالت دمعة من عينه، ثم قال: تذكرين يوم طلعت من البيت متوجها إلى الحقل مثل ما كنت أفعل كل يوم؟ رأيت رجلا بالطريق كأنه عم بيبحث عن شيء أو ينتظر قدوم أحد، فلما رآني اقترب مني وهمس في أذني: تماتم تماتم تمال تماتم طماطم توم تماتم. ما فهمت منها شيء، فقلت له: ماذا تقول؟ ضحك الرجل ضحكة عالية ورأيت الشر يتطاير من عيني، ثم قال: هيدي تعويذة سحر أسود حطيتها بأعماق روحك، وأنت اليوم عبد إليه كل ما أنت بعدك حي. إن خالفت لي أمراً خطفتك، وإجت المرضة الجين كلها بدها تخطفك وتمزق جسدك، وألقت بروحك في قاع بحر العذاب المظلم، حيث تبقى في عذاب ما بقي ملك الجين إلا جالس على العرش ويعذب فيك كل حياتك. ثم سار بي الرجل إلى بلاد بعيدة وأنا أخدمه إذا كان النهار وأحرسه إذا جاء الليل. فلما وصلنا إلى بلده التي جاء منها دخلنا بيته الذي كان أشبه بالقبر. رأيت في رجال كتير مثل هونيك عم بيخدموها الرجال، وكان كل واحد منهم يحمل في رقبته مفتاح، هيك جنزير في إلى مفتاح. فإذا جاء الليل دخل كل منهم السجن وأغلق القفل بالمفتاح ثم نام. فصرت أفعل مثل ما يفعلون، فإذا نام القوم جعلت أنظر في المفتاح وأتذكر وجهك أنت الجميل، وأبكي كل الوقت إنه أي متى بدي أرجع وأفتح القفل يلي بيني وبينك، نفتح البيت اللي نحن عايشين فيه. بعدين إجا وقت فكرت، رأيت من ظلم ذلك الرجل ما لم يخطر لي على بال، ما بيعرف الرحمة وما مكترس لعذاب البشر. وكم سمعت من كان معي من الرجال يبكون كالأطفال يترجوا يرفع عنهم السحر، فكان يقول: أقسم بالله إنني لا أعرف هذه التعويذة من خلاص، ولا ينجو أحدكم بروحه إلا إذا مات وهو يخدمني وأنا عنه راضي، بدكم ضلوا تخدموني تتموتوا. وقد كبر الرجل وختير، فلما مرض وشارف على الموت كنت واقفا بجانب سريره، فقلت له: يا سيدي أنت الآن تموت ولا نعلم كيف يكون الخلاص من السحر الذي ابتلينا فيه. ضحك الرجال ضحكة ذكرتني بتلك الضحكة يلي سمعتها اليوم اللي شفته أول يوم، ثم قال: أيها الأحمق، أنا لا أعرف شيئا من السحر، وما تلك التماتم التي همستها في أذنك إلا كذبة ابتدعتها، لكن نفسك الضعيفة جعلتك عبدا لي. نحن منصدق كل كلمة ومنقول هذا سحر وهذا شعوذة وهذا هيك، ومنلحق لهالكذابين والسحرة والمشعوذين واللي عم بيصير لهالأيام، هي من علامات الساعة بسببه. أنا صدقته، ما صدقت النبي، صدقت الغبي. وخوفك من الهلاك جعل روحك سجينة في زنزانة أنت تغلقها بيديك، وقد أعطاك الله عقلا كالمفتاح الذي وضعته في عنقك، ولولا أنك رضيت لنفسك الذل والهوان لفتحت باب السجن الذي كنت تعذب نفسك به، وكنت أسمع صوت بكائك وأصحابك في الليل، فأعجب من ضعف عقولكم وقلة حيلتكم. بدعاء الطائف: ما بدي إلا رضاك. قال له: أنا راضي عنك. ما تخلي دمي يغضب على الأرض. قال له: بركي أخوتي زرعوا. يا حبيب قلبي شو الرحمة اللي عندك يا محمد؟ هيدي من الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمتك وسعت كل شيء. الله راضي عني مثل ما أنا، مثل الابن الضال وين ما كنت، ما في إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بس أنت بدك تفكر، بدك تتذكر، وبتنفعنا الذكرى إنه وين ما رحتي هو مسك لي إيدي، مش أنا مسكت له إيده. أنا فلتها مثل البي مسك له إيده بنته، قالت له: دادي أنا مفلت إيدك بس خاف، أنت مسك لي إيدي، إيدك أكبر من إيدي. الله عم بيقلبنا بإيديه. نعم، قد أعطاك الله عقلا كالمفتاح الذي وضعته، وبه كنت أسمع صوت بكائك وأصحابك في الليل، فأعجب من ضعف عقولكم وقلة حيلتكم. أسرعت إلى زنزانتي فالتقطت فأسي، وعدت إلى الرجل أريد أن أقتله، فوجدته قد فارق الحياة. ثم أخبرت الرجال ما جرى، فهرعوا إلى جسدي، قطعوه حرقوه،
ثم جئتك راقدا تكاد أرجلي تسبقني وأنا أسأل نفسي أتنتظرني أم هي الآن قد نسيتني أو ذهبت أبلي أو ماتي هل كنت ناطرتني بعدها؟ نظرت زوجته في عينيه وقالت أنا روحي كانت معك بسجنك وكنت بالليل أطلع بالأمر ويخبرني إنك تنظر إلي ولقد كنت أحس بالقيد الذي في يديك فأرجوك أن تفتح القفل بالمفتاح لكن صوت بكائك وبكاء من حولك جعلك لا تسمع صوتي وأنا أهمس لك. دايما الله بيحكينا بس ما عم نسمع صوته لله. بدي صوت عبد الله، بدي رضا عبد الله، بدي يعطيني عبد الله، بدي البترول وبعطيه مجانا لهالشياطين هون وهون وبيعطوني سلاح تنقتل بعضنا. ما بدنا نعطي الرسول، بدنا نعطي بترول. قال له بلغ آية منك أنت. هذا هو الحزن في هذه الدنيا، سجن نصنعه بأيدينا، والمفتاح هو الإيمان بالله. ولو توقفنا عن الشكوى لفرج الله ما بنا من ضيق، ولخرجنا من عالم الظلمة إلى عالم النور حيث الفرح والرضا والسعادة. بإيدي مفتاح الجنة ومفتاح جهنم. أنا يكون عندك إيمان يلي هو فوق الكلام، ما بينقال، الحق لا يقال أبدا، ما فيك تقوله وما فيك تعرف. عرف لمن عرف أنه لا يعرف شيئاً وغابت عنك أشياء. أنا أشلاء تنتشر هون وهون شقفة لحمة، بس وين الرحمة؟ هيك بجيب 2 كيلو لحمة بعذب هالولاد وشو بعمل فيهم وشوف شو عم بيصير. الكثير منا يسجن روحه في سجن ما، قد يكون سجن الخوف أو الحزن أو الطمع أو الكراهية أو عدم الرضا أو اليأس. كلها لا تخاف، أنا معك وأنا فيك، أقرب إلك من حبل الوريد. مشان هيك بدنا جماعة، أنا وحدي هون، أنت وحدك هون، أنت وحدك هون، أنت وحدك هون، منجتمع كل واحد عنده كوخ لقاله هيدا القبر فوق الأرض وتحت الأرض، منلتقى مرة بالأسبوع مرة باليوم بس متواصلين بالنور. بعرف إنه في حدا جار اللي بيسبق التاني احتفال. أو كلها سجون تمنعنا من الاستمتاع بالحياة. الحياة بيدك أن تفتح القفل وتحرر نفسك من سجنها. كلنا عنا هالطريقة اللي بنقدر نفتح فيها باب الجنة، ولكن مين منا عنده هالجرأة ينزل بالمحيط؟ إذا فكرت ما بتنزل حالك بالمحيط. If you think you don't jump، زد حالك بالمحيط، لا تخاف. بتتذكروا العريس والعروس وخاف يتصار في عاصفة وهو بالشختورة وهيك، بس هو ساموراي معه سيف، أخذ سيف حتى على رقبته. ضحكت، قال لها ليه ضحكتي؟ قالت له أنت بتحبني ما بتقتلني. قال له اللي خلقنا بحبنا أكثر مني ومني، بده إيانا نغرق، بده إيانا نموت. الموت هو أنا موت، بتموت النقطة بالموجة والموجة بالمحيط. فالخائف من السجن سجين، والخائف من الفقر فقير، والخائف من الناس عبد وضيع، والخائف من الموت ميت لا روح فيه. كن مع الله فكل شيء مكتوب، والقدر واقع لا محالة، والجنة دار العاملين. اعقل وتوكل. قال له وين الجمل؟ قال له كنت تعبان توكلت على الله. قال له عقله ربطه، وإذا بده إيانا نمشي بفلته هو منمشي. وهيك وقت الحلاج رايح وجايع وما حدا يطعميهم، ولا ودعينه قال له أدرى بحالي وأغنى عن سؤالي، بده إيانا نموت منموت، بده إيانا نعيش بطعمينا. هو اللي بيعرف، هو أعلم من كل عليم وأرحم من كل رحيم. وأنا مثلكم وأضعف مضعف، أضعف من أي ضعف وأضعف منكم. عايشة وحدة ما عندي حدا، بيمر علي منصور من وقت لوقت، إذا قعد ساعات كأنه لحظة. وقرر انه ان شاء الله يكون عندنا جماعه بلبنان. قال لي ما بدي يكون قدري روح عيش برا، كون قدري بارض غيري، بدي يكون انا القدر بما قدر الله. مثل ما قال جبران ادفنوني مطرح ما خلقت. هيدا العلم اليوم 1 and 0 عم ببلشوا يقولوا، لانه هالارض اكلت منها وبترجع بتطعميها ترابك، والعالم كله والعوالم فيك، بس كون وفي لهالأرض لأمك.
مثل يلي كان يلعب تحت الشجرة وكبير وصار يأكل منها، وبعدين هيك وبعدين صار يبيعه، إلا بدي أعمل مصاري يلا خذ وبيع، إلا بدي أعمل شخطورة خذ من الأعشاب تبعي وخذ من الجزع وخذ من الغصن ويلا يلا كله. بعدين إجا قال لي عملت مصاري كتير وعملت شخطورة وسفينة وهيك، بعدني تعبان وتعيس. قالت له قال لي ما بقى عندك شيء. قالت له عندي هالجزع لحول. قال لي شو بدي أعمل فيه؟ قالت له هيدا الجزع ناطرك، عود وموت عليه والأخير رح تكون تحت أنت. ما حدا بيحبنا قد أمكم الأرض وعمتكم النخلة. أسند بريس. فإذن عودوا مطرح ما خلقته. كلنا اللي منروح نعم على الاغتراب نرجع بنقرب من الاغتراب نرجع على بلدنا كل واحد منا. فإذن كل واحد يقول أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، هيدي هي التأهيل والتسهيل. ننتظركم كل لحظة منكم سوا.